اهلا وسهلا بكم متابعي قناه الاسكوله في كل مكان. وحشتوني كتير. جايبه لكم النهارده من حديقه الحروف. يا ترى حرف ايه؟ حرف ايه؟ حرف دال. حرف دال. شاطرين يا اصحابي، شفتوا شكله عامل ازاي؟ اخدنا قبل كده حروف المغروره ايه، حرف ايه. اخدنا الالف، شاطرين. وايه كمان؟ والراء، ممتازين، برافو عليكم، شاطرين خالص. النهارده هناخد حرف الدال. يلا يا اصحابي اكتبوا على الهواء مع بعض. واحد واقف على السطر، مشى مشى على السطر. تاني يا اصحابي، واحد واقف على السطر، مشى مشى على السطر. شاطرين يا اصحابي، ممتازين خالص. يلا يا اصحابي نبحث عن حرف الدال. ده حرف الدال؟ لا، ده حرف الراء، بيتزحلق من على السطر. بس حرف الدال قاعد على السطر يا اصحابي. ده حرف الدال؟ صح صح، ده حرف الدال. ده حرف الدال؟ لا لا لا، ده حرف الالف يا مس ولاء. ده حرف الدال؟ صح، شاطرين يا اصحابي، ممتازين خالص. وزي ما تعودنا يا اصحابي مع كل حرف قصه جديده. يلا يا اصحابي تعرف على قصه حرف الدال. أخذت داليا من أخيها أدهم العدسة المكبرة. أخيها مين؟ أدهم، أدهم. ثم ذهبت بها إلى الحديقة لتشاهد الدودة. وفجأة سمعت صوت. ترى سمعت صوت إيه؟ نظرت إلى الخلف فوجدت الهدهد. وجدت إيه؟ الهدهد ينقر في الأرض. سمعنا صوت إيه أصحابي؟ سمعنا صوت شبه حرف الدال. سمعنا في كلمة أدهم، أد أد أدهم. وإيه كمان؟ هدهد، هدهد. سمعنا الصوت شبه حرف الدال. تعالوا يا أصحابي نتعرف على أصوات كمان لحرف الدال. يلا يا أصحابي نتعرف على أصوات حرف الدال من خلال فصول السنة الأربعة. ذهب حرف الدال إلى فصل الربيع وجلس ساكنا يستمتع برائحة الأزهار وفوقه كرسي الشمس. وأخذ يدندن بهدوء. سامعين حاجة يا أصحابي؟ لا لا لا، صوته مش واضح. لازم الحرف الساكن يبقى فيه حرف قبله متحرك وصوته أد، أد، مثل كلمة هد هد، هد هد، مثل كلمة يد، يد. شاطرين يا أصحابي، قول ورايا. ثم ذهب إلى فصل الصيف وارتدى القبعة التي ترمز إلى حركة الفتح. وأخذ يغني بصوت عالي. دا دا، قول ورايا أصحابي. دا دا، مثل كلمة دجاجة، د د دجاجة، د د دراجة، د د دراجة. أحسنتم يا أصحابي. ثم ذهب إلى فصل الخريف، شاطرين، ولعب بالطائرة الورقية.
وأخذ يقلص صوت الرياح دو 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 مثل كلمة دب دب. ثم ذهب إلى فصل الشتاء وركب الزلاجة التي تنمو إلى حركة الكسرة. أحسنتم يا أصحابي. وأخذ يغني بصوت الكسر دي دي دي. أحسنتم يا أصحابي. مثل كلمة ديك ديك. أحسنتم ممتازين يا أصحابي. ثم عاد حرف الباء إلى المنزل. كده يا أصحابي تعرفنا على أصوات حرف الدال. دال فتحة دا دا. شاطرين يا أصحابي. مثل كلمة إيه؟ دراجة دجاجة. شاطرين. دال كسرة دي دي دي. ديك ديك. وإيه كمان؟ درع دي دي درع. أحسنتم يا أصحابي الشاطرين. دال ضمة دو دو دو. دب دو دو دب. دال سكون لازم إيه؟ حرف قبله علشان يتنطق صح وقوي. مثل كلمة هد 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 هد. يد يد. أحسنتم يا أصحابي. يلا يا أصحابي نروح رحلة إلى حديقة الحيوان. تعالوا نشوف. هنشوف إيه هناك؟ حيوان إيه؟ بصوا كده معايا مين؟ دب. شاطرين. دب دو دو دو. دب. الله. تعالوا نكتب حروفه. دو دو دو. دال ضمة دب. باء. أحسنتم ممتازين يا أصحاب شاطرين. تعالوا نشوف تاني. هنشوف إيه معنا؟ مين؟ أسد. ممتازين يا أصحابي. ملك الغابة. آ آ آ. ألف فتحة. س س س. سين فتحة. أسد. أسد. سد. حرف الدال. ممتازين يا أصحابي. أسد أسد. شاطرين. ومعانا صورة إيه يا أصحابي؟ نمر. ممتازين يا أصحابي. نكتب حروفه. ن ن نون فتحة. ن مي مي مي. ميم كسرة. ن مي ر ر. حرف الراء. ر ر. حرف الراء. ن مي ر. نمر. معنا ايه؟ نمر. ممتازين يا اصحابي. ويلا نلعب لعبة تانية. يلا يا اصحابي نلعب مع بعض لعبة مميزة خالص. مين هيلعب معايا؟ شاطرين. مستعدين يا أصحابي؟ يلا هنسمع الكلمات نعرف هي بتنتهي بصوت إيه. يلا مستعدين؟ أسد أسد أسد. حرف إيه ده؟ حرف الدال. شاطرين. أحسنتم. كلمة رعد رعد تنتهي بحرف الدال. أحسنتم يا أصحابي شاطرين. ورد ورد. حرف إيه؟ تنتهي بحرف إيه؟ الواب؟ لا لا. الراء؟ لا لا لا. حرف إيه؟ حرف الدال. أحسنتم يا أصحابي شاطرين.
ممتازين خالص، انا مبسوطه منكم. ويلا نكمل. وده معايا فقره القراءه يا اصحابي، بدنا نقرا مع بعض كلمات جديده عرفنا ما نعرفهاش. ولما بنقرا بنعمل ايه يا اصحابي؟ لازم صبعنا على الحرف اللي عنينا عليه ونشاور عليه. يلا يا اصحابي نقرا مع بعض، مستعدين؟ ح فتحه ح ح، س فتحه س س، د فتحه د د. يا ترى كلمه ايه؟ ح س د، حسد حسد حسد. كلمه تانيه ح ضمه ح ح ح، م كسره م م م، د فتحه د د د. كلمه ايه؟ نقولها تاني، ح م د، ح م د. كلمة ايه؟ حمد حمد. احسنتم يا اصحابي، سامعاكم شاطرين ممتازين خالص، انا مبسوطة منكم. وصلنا يا اصحابي لوقت الكتابة. مع وقت الكتابة بنعمل ايه؟ نوقف الفيديو ونجيب ورقة وقلم ونكتب ورقة مسولة. هنكتب حرف ايه يا اصحابي؟ حرف الدال. هنكتب حرف ايه؟ حرف الدال. تعالوا نراجع على اصواته. د د دجاجة، دي دي ديك، دو دو دب. طب وده السكون؟ مع الحرف الساكن لازم حرف قبله مثل كلمة هد 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 هد. يلا يا أصحابي نشوف هنكتب حرف الدال ازاي. بسيط خالص، شرطة ميلة فوق السطر، مشت مشت على السطر. تاني، شرطة ميلة فوق السطر، مشت مشت على السطر. شرطة ميلة فوق السطر، مشت مشت على السطر. تاني يا أصحابي، شرطة ميلة فوق السطر، مشت مشت على السطر. تعالوا نشوف حرف الدال مع الحركات. دال فتحة د، دال كسرة دي، دال ضمة دو. طب دال سكون هنطلع الواحدة كده بس ولا لا؟ ما ينفعش. اعملوا ايه؟ لازم حرف قبله آ آ آ آ أد، آ آ أد. شاطرين يا أصحابي، تعالوا نشوف حرف الدال. حرف طيب يفتح ايده لاصحاب الحروف ولا حرف مغرور بيفرسهم بيقول لهم لا محدش يمسك ايدي؟ تعالوا نشوف الكلمه. كلمه دل، د د حرف الدال. كلمه ايه كمان؟ صندوق صندوق. وحرف ايه كمان؟ كلمه ايه؟ اسد أسد. فين حرف الدال؟ تعالوا دوروا معايا. ده حرف الدال؟ لا، ده حرف الواو. فين حرف الدال؟ أول الكلمة يا مس ولا. تعالوا نكتبه. مسك في إيد أصحابه اللي بعده؟ لا، رفسهم وقال لهم لا ما تمسكوش إيدي. قطع الكلمة إزاي؟ يبقى ده حرف مغرور ولا حرف طيب؟ تعالوا نشوف الكلمة تاني. فين حرف الدال؟ حرف الدال وسط الكلمة. ايه ده زي ما هو؟ يا مس ولاء زي ما هو، بس قطع الكلمة وما مسكش في الحرف اللي بعده. برضه ما مسكش الحرف اللي بعده. يلا اللي بعد. حرف الدال اخر الكلمة زي ما هو. ايه ده يا مس ولاء؟ يعني اول الكلمة زي وسط الكلمة زي اخر الكلمة؟
صح، يبقى هو حرف ايه؟ حرف مغرور، ما يمسكش ايد اصحابه، يرفس اصحابه اللي بعده يقول لهم ما تمسكوش ايدي. هو من الحروف الرافصة، ممتازين الحروف الرافصة. وحروف ايه كمان؟ وسميناه حروف القطع، علشان قطع الكلمة، قطع ايه؟ الكلمة. يبقى الدال أول الكلمة، زي وسط الكلمة، زي آخر الكلمة. إيه الحروف تاني أخدناه؟ الحروف الرافصة المغرورة، حرف الألف، ممتازين. وحرف الراء، ممتازين يا أصحابي، حرف الألف وحرف الراء، ومعاهم كمان الدال من الحروف الرافصة. منتظرين كمان ناخد حروف تانية من الحروف الرافصة. شفتوا حرف الدال؟ سهل يا أصحابي، سهل يا أصحابي. أصحابنا الحلوين، ده معاد فقرتنا اللي كلنا بنستناها مع نظيف أو ضيفة. عرف على ضيفنا النهاردة. اسمك إيه يا قمر؟ محمد. عندك كم سنة يا محمد؟ 6. ما شاء الله، محمد عنده 6 سنين، شطور وبيروح المدرسة وعارف الحروف. عارف الحروف يا محمد؟ تيجي نتعرف على حرف النهاردة ايه؟ حرف الدال. حرف ايه يا محمد؟ الدال. حرف الدال، تيجي نرسمه لأصحابنا. سنة على السطر، مشت مشت على السطر. شطور يا محمد، وأصحابي كمان شاطرين وبيرسموها. تيجي نتعرف على أصوات حرف الدال في فصول السنة الأربعة. وفي فصل الصيف صوته ايه؟ دا 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 دا. شطور يا محمد. وفي فصل الخريف كان صوته دو 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 دو. شطور. وفي فصل الشتاء الفصل الشقي صوته ايه؟ دي 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 دي. شطور. تيجي نتعرف على كل صوت ليه كلمة؟ يلا بينا أصحابنا الحلوين، تعالوا نسمع كلمات حرف الدال. يلا يا حمودي. د د زي كلمة إيه؟ دجاجة. ممتاز يا محمد. طب دي دي زي كلمة إيه؟ درع. درع، ممتاز يا محمد، شطور. وأنتوا يا أصحابي كمان شاطرين. طب دو 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 دو، شطور يا محمد. طب وما حركة السكون؟ زي كلمة إيه؟ يد. يد، شطور يا محمد. محمد، انت لما بتبقى تعبان بتاخد ايه؟ دواء. دواء، دواء، دواء. يبدأ بحرف ايه يا محمد؟ د. شطور يا محمد. د د د د، فتحة، شطور خالص. طب معانا صور، عايزين نعرف هي بتبدأ بحرف ايه؟ يلا بينا. صورة ايه معانا؟ دلو. د د دل، ويبدأ بحرف دا. ممتاز يا محمد، شطور خالص. طب صورة ايه كمان؟ ديك. ديك، يبدأ بحرف حرف دا. دي 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 دال كسرة، شاطرين شاطرين يا أصحابي. وصلنا يا أصحابي لآخر فقرتنا مع صديقنا محمد. محمد ينتهي بحرف الدال، شاطرين يا أصحابي. تعالوا نراجع أصوات حرف الدال. دا دا دا، مثل كلمة دجاجة. دي دي دي، مثل كلمة درع. دو دو دو، مثل كلمة دب. طب ودال مع السكون، مثل كلمة يد. هدهد. يلا يا أصحابي، يلا يا محمد، نقول لهم إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يلا يا أصحابي، ده معاد حل تدريبات كتاب المدرسة. استمع وانطق ولون. حرف إيه يا أصحابي؟ حرف الدال. حرف إيه يا أصحابي؟ حرف الدال. يلا. واحد واقف على السطر، مشى مشى على السطر، والدال من الحروف إيه؟ الرافصة، اللي ما تحبش تمسك إيه حد، وليها شكل واحد. ده حرف الدال؟ لا. ده حرف الدال؟ صح. حرف الدال
لا صح يا مس، حرف الدال. حرف الدال؟ لا ده حرف الدال. لا حرف الدال. لا ده حرف الدال. صح صح حرف الدال صح. ده علامة صح عند صوت الدال. صوت الدال قلنا ايه يا اصحابي؟ د 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 يد. د د د صح. سد. د د د د صح. سمعناه. هد. هد صح. شمس. شمس. سمعنا صوت الدال. د د د د. لا مد. مد راسه. مد راسه. سمعنا صوت حرف الدال. صل الحرف المناسب. اول صوت معنا هنا ايه؟ د د د. دي دي دي. دو دو دو. دراجة. د د د د الفتحة. شاطرين. دل. د د د د الفتحة. ديك. دي 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 د الكسرة. دواء. د د د د الفتحة. دب. دب. دو 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 د الضمة. درع. درع. دي 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 د الكسرة. ارسم معبر عن الصوت. يا ترى هنرسم ايه؟ د د د دجاجة. دو 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 دب. دي 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 ممكن نرسم ايه؟ درع. احسنتم شاطرين يا اصحابي. لون الصورة التي تبدأ بنفس الحرف. دو دو دال ضمة. دو 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 دا صح. دراجة. دا دا دا. لا دب. دو 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 صح. دي 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 در. احسنتم. طائرة. لا ديك صح. د د د. ديناصور صح. دب غلط. دراجة. د د د صح. ضع دائرة حول حرف الدال. سد. د د حرف الدال آخر الكلمة زي ما هو. أسد. د آخر الكلمة. دبابة أول الكلمة برضو زي ما هو لأنه من الحروف الرافصة. سعيد. د د آخر الكلمة زي ما هو. حديقة. وسط الكلمة زي ما هو. هد. هد حرف الدال وسط الكلمة. حرف الدال آخر الكلمة. درع أول الكلمة. أحسنتم. اكتب حرف الدال. واقف على السطح. مش مش على السطح. قاعد على السطح. د د د. دي دي دي. دو دو دو. اكتب الحرف الأول. دودة. دو 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 دو. دال ضمة. دواء. د د د د د. دال فتحة. ديك. ديك. دي 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 دي. دال كسرة. سنتم. اكتب الكلمات التي رأيتها. سورة ايه دي أصحابي؟ سورة أسد. أ أ ألف أ س س س سين أسد. د د د د د. دال أ ألف. والسين إيه؟ الألف ما مسكش في حد. مسكش في اللي بعده. سين فتحة دي هتمسك اللي بعدها. أسد. د د د د. دال آخر الكلمة زي ما هي. درج. د ر ر ج. دال من الحروف الرافصة. أول كلمة زي ما هي تمسكش إيدي اللي بعدها. را برضو من الحروف الرافصة تفتحش إيدي تمسك اللي بعدها. وجيم آخر الكلمة زي ما هي. دب. د د ب ب. دب. دال زي ما هي أول الكلمة. والباء آخر الكلمة زي ما هي. أكمل بنفس النمط.
هنا مثلث مقلوب، دائرة مثلث دائرة، راح نكمل ايه؟ شاطرين، مثلث دائرة مثلث، احسنتم شاطرين. نكمل الاخر هنا، دائرة ثلاث خطوط، دائرة ثلاث خطوط، دائرة خط وخط وخط، دائرة خط خط خط، دائرة، وهكذا. علامة خطأ، دائرة علامة خطأ، دائرة علامة خطأ، دائرة علامة خطأ. لون وسيلة المواصلات التي تفضلها، نحب نركب ايه اصحابي؟ نحب نركب السيارة، ممكن تركب مركب، ممكن نركب طائرة، احنا نختار اللي بنحبه. ابحث عن الحيوانات المختلفة، لونها في الحيوان، حيوان دب، أرنب، ثعبان، فيل. ابحث عن الحروف المناسبة للصورة، حجر، حجر، حجر. هنا جسر، جي س ر زين، جسر. زر، زي 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 زر ر ر ر زي ر. جرس، ج ر س، يبقى الج جي فتحة ايديها، والراء زي ما هي، والسين زي ما هي آخر الكلمة. اقرأ ثم لاحظ الصوت الأخير، تاج، جين فين الصوت الأخير، معز الصوت الأخير ازاي، أسد ددد الصوت الأخير الدال. اكتب الحرف الناقص، برج، بررر را برج، جمل، ج ج ج زين فتحة بامس وراء، دب، دو 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 دال، هتمسك في الباء؟ لا، عشان هي من الحروف الرابصة. زبد، زو 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 زاي. اكتب الحرف المناسب مع الضغط، صورتي لي اصحابي، ريشة، ري ري را كسرة، تفاح، تو 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 تو، شاطرين، تاء ضمة، سلم، سو سو سو، سين ضمة، احسنتو، ديك، دي 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 دي، دال كسرة، أنتم. اختار الصورة، اختار الصوت المناسب، زينة، زي 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 زاي كسرة، أحسنتم. تمساح، تي 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 تي، تاء فتحة ولا تاء ضمة؟ لا، تاء كسرة. زب، زو زو زو، زين ضمة. دراجة، دا 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 دا، ضمة كسرة فتحة، أحسنتم شاطرين. ارسموا عبارة عن الصوت، ارسموا بقى أصحابي حسب الصوت، زا 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 ممكن إيه؟ زهرة، سي 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 ستارة، تا 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 تاج، رو 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 رمان، جا 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 جزر. اقرأ وصل أصوات لتكون كلمات ثم صلها بالصورة، رم رم رمل، وصلها بصورة رم، لح لح مين، لح، بح بح بح. صل صورتين متشابهتين في الصوت الأخير، في الصوت الأخير مش الأول، هنا فأس س س سين، كأس سين، تم ت تم ر ر ر ر ر ر ر، بحر ر ر ر ر، صح. بنت ت ت ت ت، أسد د د د، ولا لف ت ت ت ت، في فرق بين صوت د د د و ت ت ت. بنت هنوصلها بلف، شاطرين. زبد
ذب د د د د د صوت دال أسد د د د نفس الصوت الأخير. اكتب رمح رو 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 را ضمة. سحب سو 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 سين ضمة. جزر ج ج ج جيم فتحة. دب دو 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 دال ضمة. الوقت خلص معكم بسرعة يا أصحابي. أخذنا النهاردة حرف إيه؟ حرف الدال. عرفنا صوته، عرفنا شكله، حلينا كمان تدريبات كتاب المدرسة. تحت الفيديو في رابط في تدريبات كتاب المدرسة، تدريبات تانية كتير، في اختبار تفاعلي تعرف إجابتك صح أو خطأ في نفس اللحظة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. إلى اللقاء.